السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي على قناتي على اليوتيوب. إذن كما العادة أشكركم على متابعتكم للقناة وعلى دعمكم لها. حصة اليوم مخصصة هنا لقراءة توصيف المجالات المضمونية لاختبارات مباريات تضيف الأساتذة وطور الأكاديميات السلك الابتدائي. إذا هنا بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم، هنا غادي نشوفوا توصيف مادة الرياضيات والعلوم بالتعليم الابتدائي أو السلك الابتدائي كما قلنا. إذا بالنسبة لمادة الرياضيات، نبدأ بمادة الرياضيات. هنا لدينا مجالين رئيسيين، المجال الرئيسي الأول متعلق بشق المعارف، ثم المجال الرئيسي الثاني ديداكتيك هذه المادة. إذا ماذا لدينا بالنسبة للمجال الرئيسي الأول؟ المجالات الفرعية هنا لدينا الحساب العددي زائد الحساب الجبري. بالنسبة للدروس هنا عندنا الأعداد الحقيقية، العمليات الأرباع، المقارنة، تقدير نتيجة عملية دون إنجازها، القوى، المتطابقات الهامة، حل المعادلات والمتراجعات والنظمات، أعداد الستينية، حل المسائل المرتبطة بالحساب العددي والحساب الجبري. ممتاز. ثم هنا بالنسبة للمجال الفرعي الثاني، الهندسة المستوية والهندسة زائد الهندسة الفضائية. هنا خاصيات الهندسة المستوية، تحويلات الهندسية الاعتيادية، الإزاحة مثلا، التماثل المحوري، التماثل المركزي، التكبير، التصغير، الدوران. ثم المجسمات الاعتيادية، الإنشاء الهندسي، ثم حل المسائل المرتبطة بالهندسة كإنشاء بعض الأشكال الهندسية مثلا، وحل كذلك مسائل علاقة بالإنشاءات الهندسية. بالنسبة للمجال الفرعي الثالث هنا دائما شق المعارف، القياس. هنا قياس الأطوال، قياس الزوايا، قياس المساحات، قياس الحجوم، قياس الكتل، قياس السعات أو قياس السعة، إجراء تحويلات على وحدات القياس، ثم العمليات على وحدات القياس، حل مسائل مرتبطة كذلك بالقياس. ممتاز. بالنسبة للمجال الفرعي الرابع، التناسبيات، تنظيم المعطيات ومعالجة البيانات. إذن هنا بالنسبة لتفصيل المجالات الفرعية، معامل التناسب بالكتلة الحجمية، السرعة المتوسطة، الرأسمال، السعر، الفائدة، السلم والتصاميم، تنظيم ومعالجة البيانات، توظيف الأداة المعلوماتية، حل المسائل المرتبطة بتنظيم المعطيات ومعالجة البيانات. للتذكير فقط، فقناتي تحتوي يعني معظم هذه الدروس بالنسبة لهذه المادة. جيد، هذا ما يخص المجال الرئيسي الأول. المجال الرئيسي الثاني ديداكتيك الرياضيات. لدينا هنا المجال الفرعي الأول تخطيط، ثم المجال الفرعي الثاني تدبير، المجال الفرعي الثالث تقويم. إذا ماذا لدينا بالنسبة للمجال الفرعي الأول؟ هنا المخصص للتخطيط. إذا تحليل منهاج الرياضيات للتعليم الابتدائي، أسس المبادئ الموجهة لتدريس الرياضيات في التعليم الابتدائي، ثم التوزيع الأسبوعي لدروس الرياضيات، توظيف المسائل الوسائل الديداكتيكية والوسائل التعليمية، ثم التخطيط البعيد المدى والمتوسط المدى والقريب المدى. تخطيط مقصود هنا تخطيط مقطع تعلمي. جيد. ثم إذا خلال هذه الحصة سأعطيكم فقط قراءة لهذه التوصيفات. خلال الحصص المقبلة إن شاء الله سنتطرق إلى بعض المواضيع التي لها علاقة بهذه التوصيفات. لي هنا بالنسبة لاختبارات مباريات أساتذات أطر أكاديميات. بالنسبة هنايا وصلنا للمجال الفرعي الثاني، تدبير مقطع تعلمي. هنا كنتكلموا على مراحل تقديم درس، بناء المفهوم، منهجية تقديم وضعية، مسألة، تعاقد ديداكتيكي، نقل ديداكتيكي، ثم تحليل ممارسة تعليمية تعلمية في تدريس الرياضيات، التناوب اللغوي كذلك. المجال الفرعي الثالث خاص بالتقويم. هنا توزيع فترات وحصص تقويم والدعم في برنامج تدريس مادة الرياضيات في المدرسة الابتدائية أو بالسلك الابتدائي، ثم تقويم أنواعه ووظائفه، تحليل أخطاء المتعلمين والمتعلمات والصعوبات كذلك صعوباتهم في الرياضيات، ثم آليات ومقومات خطة الدعم والمعالجة. جيد. إذا بالنسبة للمجال الرئيسي الأول المعارف، 50% نسبة هنا أو وزن المجال الرئيسي 50%، بالنسبة للديداكتيك 50% كذلك. بالنسبة لمادة العلوم هنا المجالات الرئيسية، لدينا المجال الرئيسي الأول الخاص بعلوم الحياة والأرض والفضاء. هنا تفصيل المجالات الرئيسية. المجال الفرعي الأول صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة. للإشارة فقط، فقناتي تحتوي معظم هذه الدروس بالنسبة لدروس العلوم بالتعليم الابتدائي بقناتي. جيد. ثم المجال الفرعي الثاني
خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلاتها مع البيئة. إذن هنا الخصائص والتفاعلات مع البيئة بالنسبة للكائنات الحية. ثم المجال الفرعي الثالث، دورات الحياة والتوالد والوراثة عند الكائنات الحية. المجال الفرعي الرابع، الخصائص الطبيعية للأرض والموارد ديالها. ثم المجال الفرعي الخامس، كوكب الأرض في النظام الشمسي. المجال الفرعي السادس هنا خاص بالطقس ومناخ كوكب الأرض. ثم إذن هذا ما يخص المجال الرئيسي الأول، علوم الحياة والأرض والفضاء. وزن المجال هنا 25%. بالنسبة للمجال الرئيسي الثاني والخاص بالعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، النسبة هنا أو وزن المجال 25%. 25 هنا و 25 يعني 25% فيما يخص المجالين الرئيسيين خاص ب أو الخاصين بالمعارف، شق المعارف هنا. إذن قلنا بالنسبة للمجال الرئيسي الثاني هنا العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. المجال الفرعي هنا الأول، حالة المادة وخصائصها والتحولات التي تطرأ عليها. إذن حالة المادة، الخصائص والتحولات التي تطرأ على المادة. ثم المجال الفرعي الثاني، تصنيف الطاقة واستعمالاتها وطرق وأشكال تحويلها. إذن طرق وأشكال تحويل الطاقة. ثم المجال الفرعي الثالث، حركة الأجسام والقوى، الحركات الخاصة بالأجسام وقوى هذه الأجسام. ثم المجال الفرعي الرابع، تخطيط وتصميم وإعداد مشاريع بسيطة، الخاص بالتخطيط وتصميم وإعداد مشاريع بسيطة. ثم المجال الرئيسي الثالث خاص بديداكتيك العلوم. النسبة هنا أو وزن المجال 50%، هنا 50 وهنا 50% بالنسبة لديداكتيك. هنا مقسم إلى مجالات فرعية. المجال الفرعي الأول تخطيط التعلمات، تخطيط التعلمات. المجال الفرعي الثاني تدبير التعلمات. المجال الفرعي الثالث تقويم التعلمات. كما قلت لكم خلال الحصص المقبلة إن شاء الله سنتطرق إلى مواضيع لها علاقة بهذه التوصيفات والدروس التي سيتم إجراء اختبارات عليها. إذن أتمنى أعزائي المتابعين، أتمنى أن تستفيدوا معي خلال هذه الحصة البسيطة والمفيدة. وكما قلت لكم فقناتي تحتوي معظم هذه الدروس بالنسبة لمادة الرياضيات بالتعليم الابتدائي، سواء الحساب العددي والحساب الجبري أو الهندسة أو أنشطة القياس أو المجال الفرعي هنا بالنسبة للتناسبية، وكذلك ديداكتيك هذه المادة. فهناك يعني مجموعة من الحصص بقناتي، وكذلك مادة العلوم هنا معظم الدروس بالقناة، وكذلك ديداكتيك الذي له علاقة بمادة العلوم. إذن شكرا لكم على المتابعة وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.